صامتا. لا لم تفكر، انظر الينا اصبح لا نرى ولا. باجواء فنيه ساحره وتحت شعار في فريجنا مسرح، احتضنت منطقه التراث في قلب الشارقه مساء الامس حفل ختام النسخه الاولى لبرنامج مسرح الفرجان لناشئه الشارقه التابعه لمؤسسه ربع قرن لصناعه القاده والمبتكرين، بمشاركه 14 عرضا مسرحيا قصيرا ممثلا ل 13 فريجا من مختلف المدن وفرجان اماره الشارقه، حيث جاء البرنامج بالتعاون مع عدد من الشركاء من مؤسسات ودوائر وهيئات المجتمع المحلي في الفترة من 15 وحتى 17 من نوفمبر الجاري. جاءت معايير اللجنة على أن مدى اقتراب هذا العمل من الحالة اللي في المناطق أو الفريج أو هذا علشان تعطى هذه الجائزة، هذا واحد. غير هذا بالنسبة للموهبة، ما اعتمدنا فقط على التمثيل، الموهبة اعتمدنا فيها على أشياء لها علاقة بتقارب أفكار الناس مع العرض، مثل الموسيقى، مثل الديكور، مثل الأشياء هذه في جوائزنا. الجائزة الأولى أقرت لجنة التحكيم المكونة من الدكتور حبيب غلوم والفنان إبراهيم سالم والفنان حميد سنبيج نتائجها بفوز أفضل 3 عروض مسرحية، حيث حصد الجائزة الذهبية عرض موت المغني فرج لفريج حياوة من خور فكان، بينما ذهبت الجائزة الفضية لعرض فكرة لفريج سيوح من الشارقة، وقد نال الجائزة البرونزية عرض القاضي العادل لفريج الحصن من الذيد. شاركنا في مسرح الفرجان والحمد لله فزنا بالمركز الأول. مسرحيتنا كانت تتكلم عن موت المغني فرج. أجمل حاجة عجبتني النهاردة في مسرح الفرجان إن هو بيبرز المواهب اللي فعلا خفية. كما تضمنت الجوائز أفضل فريج وأفضل 5 مواهب مسرحية من الفئات العمرية من 13 وحتى 18 عاماً، وجائزة أفضل مدرب، وقد تم عرض فيلم وثائقي عن النسخة الأولى والفرق المشاركة وتكريم كافة الجهات والمؤسسات الداعمة للبرنامج وأعضاء لجنة التحكيم. الحمد لله تعوضنا وهلنا إن شاء الله الحين فزنا بمسرحية فريج أفضل فريج متعاون، وهو بحمد الله بمثلة الوالدة. كنت أنا مشارك في مسرحية نهاية الطريق وما شاء الله يعني لقيت أفضل موهبة ومستانس ما شاء الله يعني وايد، وأتمنى لكل الناس يشاركون في مسرحية اللي اسمها يعني فرجان. وهذا استهلت الليلة الختامية بعدد من العروض المسرحية المشاركة التي استهدفت جماهيرها في المنطقة التراثية وفق برنامج العروض المخصص، وقد أقيم المعرض الفني المصاحب بعنوان أنام المبدعة الذي قدم بديع الإنتاجات الفنية التشكيلية واليدوية لمختلف مراكز الناشئة. طبعاً استفدت من التجربة أني أخذت خبرة أكبر في مجال المسرح، واتمنى ان هي تكون تجربه حلوه للجميع. وطبعا مسرح الفرجان يعني مسابقه جميله جدا تجمع الصحاب اللي احنا نعمل حاجه حلوه نقدمها للجمهور نقدمها للعالم. برنامج مسرح الفرجان في نسخته الاولى استكشاف للمواهب الابداعيه المسرحيه ونشر الذائقه الفنيه البناءه وتفعيل الدور الحقيقي لأبي الفنون بين كافه الفئات المجتمعيه في مختلف فرجان الاماره. Thank you.